مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ليش؟ ليش ليش ليش؟ وسؤالنا لليوم، ليش نخاف من التغيير؟ والأخطر إنه الناس تخاف إنك أنت تتغير. ليش الناس تخاف علي أنا إني أنا أتغير؟ في أحد يقول لك ليش تغيرت؟ ليش تغيرت علينا؟ هل تخاف إنه أمك أو أبوك أو شخص عزيز عليك فجأة يتغير؟ تخيل يدخل عليك شخص يقولك أنا فلان متغير شكلا ومضمونا. مرة واحدة من البنات دخلت علي، يعني كانت سمنتها جدا كبيرة وشكلها تعرضت لعملية تجميل وتغير شكلها ووجهها، ما عرفتها. ليش نحس بالتهديد لما أحد حولنا أو مهم يتغير؟ ليش نحس بالتهديد لما شخص يقول فكرة تختلف عنا؟ ليش نحس بالتهديد لما شخص يشعر بمشاعر مختلفة عن مشاعرنا؟ ليش التغيير يهددنا؟ خلونا نقول أكبر وأعظم مشكلة نعيشها إنه إحنا نخاف من الناس. يا جماعة خلونا نعترف، إحنا نخاف من بعض، إحنا طوال الوقت نخوف بعض، من أكبرنا لأصغرنا كلنا نخاف من الناس، كلنا نخاف من بعض. أحياناً إحنا ما نعرف إيش عواقب التغيير، ما نعرف إحنا رايحين يمين، رايحين يسار، رايحين فوق، رايحين تحت، مجهول. أحيانا التغيير مرهق ماديا، يتطلب مني شغل جسدي، يتطلب فلوس، يتطلب تركيز، يتطلب جهد، أو على الأقل في بداية التغيير. أحيانا أو في كثير من الأحيان التغيير يربك مشاعرنا، يشعرنا بالعار، بالخوف، بالغضب، بالحزن. اللاواعي يتدخل ويقول لك ستوب، وقف هذا الارتباك فتتجنب التغيير. التغيير دائما يربك أفكارنا، هل هذا صح ولا غلط؟ هل هذا آمن ولا مش آمن؟ اللاوعي راح يحميك ويقولك ستوب، بطل الفكرة الجديدة. أيضا إحنا نخاف من الخسارة، نخاف نخسر الناس، نخسر فلوسنا، نخسر أماكن، نخسر أوقات، نخسر متعة، نخسر فائدة. في كثير من الأحيان إحنا أصلا ما استعدينا، نتزوج ما استعدينا، نتطلق ما استعدينا، ندخل الجامعة ما استعدينا، كل تغييراتنا بدون استعداد. أيضا التغيير راح يجعلنا نناقش معتقداتنا ومفاهيمنا، وعلى فكرة لو إحنا ناقشنا معتقداتنا ما راح نقدر نجاوب، لو ناقشنا مفاهيمنا ما راح نعرف كيف ركبناها أصلا. أحيانا إحنا ما نعرف شغفنا ورسالتنا في الحياة، فأحسن ما نتغير. أحيانا إحنا متعلقين بالأشخاص، بالأشياء، بالأماكن، بالوظائف، بالأفكار، بالأشياء. خلوني أحكي لكم قصة مضحكة. واحدة أعرفها كانت تحب ساعة، صارت هبة في سنة من السنوات قبل 20 سنة، تحب ساعة، يعني كانت خلاص كل اللي كشخة ومهمين لابسين هذيك الساعة، وهي ما عندها فلوس تشتري الساعة. دارت الدنيا وبعد 20 سنة اشترت الساعة، ما حد يعرف هذه الساعة الآن. هذا هو التعلق. أحيانا يا جماعة تجاربنا السابقة تمنعنا أن نتغير، تغيرنا وتدهورت حياتنا ومشاعرنا، فتقول نفسك خلني في مكاني ما يحتاج أتغير. أحيانا وهذه الأخطر، أنه إحنا نخاف أننا ما نعرف أنفسنا، لأن راح نكون نسخة جديدة فما نعرف هذه النسخة وكيف نتعامل معها. خلوني أقرأ لكم بعض التعليقات على إنستغرام. إحدى الصديقات تقول بسبب الخوف من خسارة الأشخاص والخوف من الخروج من دائرة الراحة والخوف من التجارب الجديدة، لأن الشخص ما زال يشعر بالراحة لوجوده داخل الصندوق. هدى تقول أنا لا أخاف التغيير، وإنما أخشى البقاء على حالي لفترة طويلة ولا أتطور. مورا تقول ودنا في التغيير، لكن الزوج مقفل معي مو راضي، لا وظيفة ولا شيء، وأنا أختنق بالبيت، حاولت بطرق كثيرة معه لكن متجاهلني، حتى أسباب الرفض ما أعرفها. مع العلم إنه يحبني ويقدرني ومحترم جدا معي، وعندي طفلتين منه ويبغاني أجلس بالبيت عشان أطفالي، بس أنا تعبني الروتين. السويدي يقول ما نخاف من التغيير، نخاف من العواقب. نفس هالكلام تبنوه أشكال رهف الجنون وسلوى الزهراني، راحوا للتغيير بدون ما يحسبون حساب أي شيء حواليهم، وشفتوا النتائج كيف. ليس كل تغيير إيجابي، بعض الأحيان من الحكمة بقاء الأوضاع على ما هي عليه. حنان تقول بصراحة ما عندي أي مشكلة في إني أخوض تجارب جديدة، والدليل أني فتحت مشروع مشغل نسائي ومريت من خلاله بمواقف كثيرة، منها إيجابي ومنها سلبي، دامت 6 سنوات استفدت منها كثير، والأهم أني عرفت احتمالي الأفضل من خلالها. آسيا تقول أنا أكثر شيء أخاف أنه الناس اللي أحبها تتغير، وأخاف عليهم من التغيير، بس أنا عادي، أنا أتغير وأحب التغيير. ملكوت تقول لأن التغيير للشجعان فقط، التغيير مو سهل أبدا، يحتاج إلى طاقة داخلية وعزيمة. سونيتا تقول لحبنا للسهولة نكون تعودنا على نمط معين ونخاف أن نتعب من النمط الجديد ما إن غيرناه، نحتاج لروح التجربة والمجازفة. رورو تقول الخوف من المسؤولية والخروج من منطقة الراحة.
حصة تقول في اعتقادي البعض أن التغيير أصبح شاذ عن المجموعة. إذا تغيرت أصبحت شاذ عن المجموعة، عبارة يكررها الكثيرون. أنت تغيرتي، ليش لما نتغير تقل علاقاتنا مع الآخرين؟ رانا تقول لأننا نخاف من المجهول، نخاف لما بعد التغيير حتى لو كانت الإيجابية نتردد، وأيضا تعودنا على منطقة الراحة. بدرية تقول لأن تعودنا على دائرة الراحة، تعودنا ما نبغى نحس بكركبة وتوتر. بالنسبة لي أتحمس للتغيير خصوصا بالبداية وعندما أخوضه، ونادرا ما أخاف منه، بس المشكلة ما أستمر. جربت على الرياضة، خلطها يوميا تمارسها، استمرت سنة كاملة وأحس بنتائج مذهلة على صحتي، خاصة أني أعملها ببيتي بدون أجهزة مع طفلتي. بس بالفترة الأخيرة زاد الكسل، وكل يوم أقول بكرة ما أعرف هل قاعدة أدمر النجاح بالتغيير اللي نفذته ولا إيش. طيب خلونا ناخذ اتصال. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيبتي، مين معاي؟ معك حزاري الصايل. نزار. حزاري الصايل. حزاري. حزاري. خزاري. خزاري. المخرج قاعد يساعدني. خزاري. ايوه عجيب هذا الاسم، عجيب. تسلمين. حبيبتي خزاري شرفتيني، ايش سؤالك؟ الله يسلمك. انا سؤالي عبارة عن مداخلة. تفضلي. دكتورة سمية. سمي. احنا المشكلة مش ان احنا ما نبغى التغيير. اوكي. احنا الاغلبية مو فاهمين ايش التغيير اصلا. طيب. وشو علمينا؟ التغيير هو ان انت تؤمن بفكرة. تؤمن بمبدأ. تؤمن بمعتقد. مو شرط ان هذا انت تربيت عليه. مو شرط ان هذا وفق تربيتك. مو شرط انه يكون وفق مبدأ من مبادئك اللي انت متوارث عليها. هذه نقطة واحدة. نقطة ثانية، مسألة التغيير احنا خايفين منها ليش؟ لان ما درسنا ايش هو التغيير اصلا. في تغيير نفسي، في تغيير روحي، في تغيير فكري، في تغيير اجتماعي. التغيير اصلا يوميا، كل لحظة دكتورة سمية. انت ساعة واحدة مختلفة تماما عن الساعة 2 لما يخلص البرنامج. فهو التغيير بالنسبة لي انا شخصيا او من وجهة نظري هو عبارة عن ايمان بحاجة معينة انت ترغب للوصول لها، لهذا لازم نتغير. في ناس تجدينها انه اليوم نفس امس نفس اللي بعده، السنة هذه نفس السنة اللي مع الثانية الثالثة نفسها. ليه؟ لانه ما عندها ايمان، ما عندها فكرة، ما عندها طموح للوصول. هي بالنسبة لها عندها مثلا خلينا نقول مشاعر انها هي توصل، لكن كيف ابدأ او ليش ابدأ وليش مثلا غيري ما بدأ؟ أو في ناس يا خزاري أصلا ما يشوفون إنه في سبب للتغيير، يعني أصلا ليش نتغير أصلا؟ ما في سبب يستدعي إنه إحنا نتغير. دكتورة سمية، أنا من خلال الدورات التدريبية اللي بسويها الناس تبغى تتغير، لكن مش عارفة الطريقة. مش عارفة الطريقة، مش عارفة كيف تبدأ، مش عارفة إيش هو التغيير أصلا. يعني مثلا فينا إحنا دائما نقول تغيروا. التغيير لازم يجي قبلها اكتشاف. اكتشف نفسك أول. وبعدين تغير. يعني قصدك اللي ما تغيروا ما عرفوا أنفسهم، كذا نقول. ما عرفوا. أيوة. حبيبتي خزاري شكرا جزيلا على المداخلة، شرفتينا، شكرا جزيلا. وناخذ اتصال. مرحبا. مرحبا، مين معاي؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معاي؟ كيف الحال حبيبتي؟ مين؟ ربي يسعدك يا دكتورة جوهرة. جوهرة فهد. أهلا وسهلا حبيبتي الجوهرة، سمي. دكتورة الله يخليك لنا، هذا اللي أقدر أقوله. يا حبيبة قلبي. مبروك التكريم، تستاهلين كل خير صراحة. حبيبتي شكرا جزيلا. دكتورة أنا داخلة في دورة نابا وبيستفسر هل أبدأ أول شيء بالتنظيف ولا أبدأ في الدورة اللي لونها أحمر؟ أي المستوى الأول. المستوى الأول يعني أبدأ فيه أول ولا أروح للتنظيف قبل ولا؟ كلهم ممكن. تقدرين تبدين بالتنظيفات أو المستوى الأول؟ يعني عادي أنا بديت المستوى الأول. إيه ما في مشكلة. طيب ربي يسعدك، شكرا لك حبيبتي دكتورة. شرفتيني حبيبتي. ونقول مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معي؟ أريج. أهلا وسهلا يا أريج حبيبتي، اسمعيني من التليفون. تمام. هلا حياك الله دكتورة. سمي. دكتورة أنا
مريت بمراحل تغيير كثيرة بحياتي لدرجة صرت أكره التغيير، ما أخاف منه، بس لأنه أبحث عن الاستقرار وما قدرت صراحة أوصل. يعني تزوجت، جتني بعثة، حملت وولدت كله بالغربة، بس بديت أتأقلم على الغربة، تخرجت رجعت توظفت، بعدين انفصلت، بعدين رجعت. هذا خلال كم؟ خلال كم يا ريج؟ بعدين لحظة، فتحت مشروع خاص، بعدين فشلت، سكرت، جتني وظيفة، بعدين فتحت مشروعي مرة ثانية، كل هذا خلال 10 سنوات 9 سنوات. اي يعني تزوجتي، رحتي بعثة، حملتي، ولدتي، وجيتك وظيفة، طلقتي، فتحتي مشروع، سكرتي، رجعتي الوظيفة مرة ثانية. توظفت وظيفة ثانية بعدين. طيب ممتع والله، احس كأنك يعني عايشة اجواء ممتعة من حدث لحدث، ولا مليتي؟ مرحلة اكره، ابغى استقر، ابغى قاعد ادور على الاستقرار، ماني لاقي. عجيب، بس ما فكرتي انه روحك هي طالبة هذه الاثارة؟ انت كأنك راكبة يعني قطار الموت. بالضبط، ايوه. فأنا صراحة قاعدة أقول التغيير مو دائما حلو، يعني أنا أبغى التغيير بس مو بالجوانب هذه، أبغى التغيير الأفضل، التغيير الأحسن، أترقب وظيفتي، أبغى يعني أكون أفضل مشروعي، بس ما أبغى أنه التغييرات هذه اللي تغير مجرى حياتي. يعني أنا كل تغييراتي، حتى وظيفتي تنقلت بكذا مدينة، يعني ما قدرت أستقر يعني إلى الآن. بعد الوظيفة من مدينة لمدينة، أي حتى الوظيفة والله مثيرة هذه الحياة، مثيرة يا أريج، كل يوم في مدينة. لا مو كل يوم في مدينة، كل سنة في مدينة. إيه. فما استقريت. فأبغى أعرف كيف يعني نوجه التغيير هذا يعني بشكل أفضل. أنا أبغى التغيير بس ما أبغى بالشكل اللي يغير مسار حياتي واستقراري، وأضطر يعني أقفل شنطي دائما وأمشي. إيه حبيبتي أريج، شرفتيني، خليني أقول لك شكرا جزيلا. العفو، حياك الله. أريج مرت بمراحل تغيير متتالية وسريعة، وهذا خلاها الآن تقول خلاص ستوب، ما أبغى أتغير يا جماعة، أبغى أني أستقر. تغيير خفيف يعني، تغيير مثلا في المنصب، تغيير تحسن يمكن في الراتب، يمكن أشياء بسيطة تبغاها. فهي يعني تبغى توقف كل هذه الإثارة اللي موجودة في حياتها. أريج طبعا أنا جربت أنه شنطتي تكون دائما جاهزة، وأني أتنقل من مكان لمكان، وأدرك تماما أنه هذا صعب، وعدم شعورك بالاستقرار يعني جدا مؤلم، لدرجة أني وصلت لمرحلة من مراحل حياتي أني أكره السفر ولا أبغى أسافر، لأني شفت شنطة السفر كثير وأزعجني هذا الشيء. وأعرف أنه هذا يرهق ماديا، يرهق جسديا، يرهق مشاعرك، يرهق طاقتك. اللي أبغى أقول لك إياه أنه أنت عندك رسائل في هذا التغيير السريع، أنت محتاجة تفهمين من كل تجربة إيش الرسالة اللي أنت تحصلينها، عشان ما يستمر هذا الجهد زي ما نقول. الشيء الثاني، مؤكد أنه روحك طلبت هذا الشيء، وأنه هذا يجعل لحياتك عمق ومعنى. دائما فكري أو شوفي الزاوية اللي تحسين فيها عمق في التجربة، أعتقد أنك تحتاجينها، تحتاجين تستشعرينها وتلامسينها. تغييرك. وخلونا ناخذ اتصال. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا، مين معاي؟ نورة. أهلا وسهلا يا نورة حبيبتي، أهلا وسهلا. إيش سؤالك يا نورة؟ أنا كثير ممتنة لكلمك يا حبيبة قلبي، شرفتيني نورة. شرف لي. سمي، إيش سؤالك؟ تم الله عدوك. سؤالي هو بعيد شوي عن سؤال الحلقة، بس أنا عندي في رسالة ماني فهمتها قاعدة تجيني هالفترة. أنا عمري 31 سنة، غير متزوجة. هالفترة صار يطلعوا لي أشخاص كلهم يعني هدفهم جنسي، فما عرفت أنا وين رسالتي، أو إيش الخطأ اللي سويته، جذبت خطأ أو ما أدري إيش سويت. هدفهم جنسي؟ اينا. قصدك مو هدفهم الزواج، بيلعبون. ايه اوكي. وانا اصلا ما كثير افكر في موضوع الزواج، بس استغربت ان فجاه ناس كذا كثير طلعوا لي كلهم نفس الفكره ونفس الهدف. يعني انت ما تبغين تتزوجين ولا تبغين؟ يعني هذا موضوع اخر يعني. لا هم متداخلين. والله انا عندي يعني معتقدات متضاربه كثير في موضوع الزواج. طيب انت واصله، عارفه المشكله. اي عندي مشكله في الموضوع. اوكي اوكي، خلاص يا نوره حبيبتي. انا استغربت من الرسالة اللي صارت تجيني هالفتره. اوكي، اقول لك يا نوره حبيبتي شرفتيني، شكرا جزيلا.
نورة، أنا أعتقد جزء من المشكلات أو المعتقدات المتضاربة عندك عن الزواج هي متداخلة على بعضها، وراح يكون فيها معتقدات عن الجنس، لذلك هي تظهر لك عشان أنت تراجعين الموضوع وتفككينه في الداخل. وقد يكون تفكيكك للمعتقدات في الداخل، تفكيك للمعتقد وأنك تفهمين الفكرة وتفهمين من وين جاي فوضى المشاعر هذه، قد تكون الطفولة، من تجارب سابقة، قد تكون من التاريخ. وسبق أني تكلمت عن موضوع في موضوع الغواية، وكيف أنه المرأة عندها أزمة في هذه الزاوية في حياتها، لأنه تاريخيا أصبح عار وعيب على المرأة أنها تطلب الجنس أو أنها تسأل الجنس وفقا للحدود الشرعية، ومع ذلك كثير من الضغوط التاريخية على المرأة مرت فيها والاجتماعية. فبالتالي ممكن أن إحنا ناخذها بالهوى، يعني حتى لو ما مرينا بتجربة، حتى لو ما مرينا بموقف، بكل بساطة المرأة ممكن تدخل في البندول التاريخي الكبير وتتورط في هذه المعتقدات. فبالتالي لابد أنه أنت تقفين عند معتقداتك وترتبينها وتضبطينها، وأعتقد أنها مرتبطة بمشكلة الزواج، ولو فككتيها ممكن يترتب لك موضوع الزواج. وناخذ اتصال. مرحبا. أهلا وسهلا، مين معاي؟ معك أماني. أهلا وسهلا يا أماني حبيبتي، تفضلي. والله أنا تربي دكتورة كسابدة يا حبيبتي، تفضلي. أنا أخذت دورة نافع، لكن كنت ناوية أتصل بعد دورة نافع عشان أكون يعني أسئلتي مركزة واضحة. لكن لما سمعت الحين لما قلتي عن سؤال لما قلتي أن ما نقدر نتغير علشان ما في تعلق أو شيء، أنا عندي مشكلة أنه في شخص يعني أنا تعلقتي، طبعا هو ما يعرف عن هذه المشاعر اللي تتباعها، يعني طرف واحد يعني ولا قادرة يعني أتواصل، يعني تعرفين يعني أقول الحين مثلا أتواصل أو شيء يحسب أن الموضوع يعني أنه أي كلام، أو أنه يعني من ما يفهم وجهة نظر أنه نيتي صحيحة، يعني مو نية ثانية فاهمة. أوكي. أيوة. وهذه المشاعر يعني أحيانا أقول خلاص يعني أنا أقنع نفسي أنه خلاص أترك هذا الشيء وكذا، أجلس أيام وفترة وأرجع نفس المشاعر تبدأ من جديد، يمكن أقوى من أول. أي. يعني أحاول أني ما يعني أشوف أي شيء، يعني أي خبر أو أي شيء لهذا الشخص. أي. علشان أو أي مثلا أتابع أو شيء علشان ما أرجع مشاعري مرة ثانية تبدأ، لكن مرة ثانية تبدأ ما أدري شو السالفة. طيب أيوة. فأنا قلت يعني مع أنه أخذت معك دورة الوعي الطفولي، اشتغلت على ثلاث جذور، لكن ما اشتغلت على التعلق بحد ذاته. يعني طلع لك التعلق من الجذور ولا ما طلع لك؟ لا لا، أنا ما اشتغلت عليه صراحة، لأني ما أنا حاسة أنه في هذه المشكلة، بس ما أعرف كيف أشتغل عليها بالخيال يعني. فاشتغلت على ذات جذور واضحة يعني بيني، ويعني اللي لاحظها علي غيري واللي أنا لاحظها على نفسي. أيوة. فاشتغلت على ثلاث جذور، لكن لاحظت المشكلة الحين أنا مخلصة الدورة يمكن من شهرين الحين، والمشكلة ما زالت يعني. فماني عارفة إيش السبب وإيش حلها يعني عشان أتخلص منه، عشان أبدأ حتى لما. طيب أنت عندك السول ديتوكس صح؟ عندك السول ديتوكس؟ إيه بالنافع يعني. أوكي. خلاص فيها موضوع التعلق. تمام. طيب يعني كيف الحين دكتور بالنسبة للنافع المستويات أقدر أخذها ورا بعض عادي صح؟ يعني مو فترات بينهم، يعني كلها كل مستوى ورا مستوى يعني بنفس الوقت. إذا خلصت المستوى الأول انتقلي للمستوى الثاني وهكذا. حبيبتي شرفتيني أماني، شكرا جزيلا. وناخذ اتصال. مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معاي؟ معاكي منار. منار أهلا وسهلا يا منار، اسمعيني من التليفون. أوكي. كيف حالك؟ سمي يا منار. كيف حالك دكتور سمية؟ الحمد لله بخير وعافية حبيبتي، سمي. الله يحفظك يا رب. طبعا أنا تابعتك فترة طويلة وأخذت عندك يعني كورسات. في شغلة أخذت بعد ما أخذت السول ديتوكس، كانت عندي زي الأمنية يعني وحيدة أنه أنا أبغى أكون هي أنا اللي على يعني قدام أهلي مثل ما أنا من وراهم، مثل تكونين حقيقية. أكون حقيقية. لكن بعد ما اتخذت هذا الموضوع واخذت هذا الشيء جات يعني صراحة أشياء وراء بعض، لدرجة أنه أنا حسيت أنه أسرعت أو أخذت هذا القرار مرة بسرعة. فحسيت أنه لازم أبدأ أوقف، أو يعني مثلا ما حصل لوالدي، أنه مثلا الوالد عنده مثلا كشف الوجه، هذه أكبر مشكلة. فمثلا أنت أنا بس أقل لها أنه أبغى هذا الحق من حقوقي، أنه أكشف وجهي على الأقل، يعني مؤمنة بهالشيء وأعمله،
لكن مرة حيمنعني من أشياء جدا كثيرة. يعني مثلا أوكي هو مثلا خلينا نفرض إنه هو يشوفني جميلة خلاص يعني. فبهذا الشكل يحاول يغطيني، يحاول يمنعني من أشياء مرة كثير، ماني قادرة أكون أنا هي أنا على الواقع. اضطريت إنه أكون على الأقل يعني حقيقية مع نفسي، لكن ما في أشياء ماني قادرة أكون يعني هي أنا، ما أقدر. أي فهمتك يا منار، خليني أجاوبك. أيوه حبيبتي شرفتيني. منار تقول انها هي تبغى انها تكون حقيقية، واللي حصل انها لما كانت حقيقية جتها امور كثير قاسية وسريعة عليها، فهي تقول يمكن انا اسرع قاعدة اسوي اشياء اسرع مما ينبغي. اي صحيح، يعني انا دائما مش مع انك انت تضر نفسك عشان تكون حقيقي، انت تحاول انك تكون حقيقي. حتى تذكرون في حلقة لما تكلمنا عن موضوع ليش ما نكون حقيقيين، قلت لكم انه اكتبوا الاشياء اللي انتم مش حقيقيين فيها، وشوفوا ايش الاشياء الممكنه، ايش الاشياء السهله. يعني احنا كثير اشياء، كثير اشياء نقدر نكون فيها حقيقيين، بينما عندنا شيئين هم خطرين علينا، يعني راح يضروننا لو سويناها، ونروح احنا بس نغير الاشياء الخطره علينا. طيب اشتغل على الاشياء الثانيه. وعلى فكره هذه طريقه انه انت ترسل للكون اني انا قاعد اكون حقيقي، في الطريق اني اكون حقيقي، قاعد اكون حقيقي وفقا لما استطيع، وفقا لامكانياتي، وفقا لطاقتي، عشان تترتب الامور للاشياء اللي اكبر. وخلونا ناخذ اتصال. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، من معي؟ معك حنان. اهلا وسهلا يا حنان حبيبتي، تفضلي. دكتورة اول شيء حابة ابارك لك وتحصلك الجائزة. يا حبيبتي الله يبارك فيك وربي تستاهلين اكثر من كذا. يا حبيبتي شكرا جزيلا. دكتور انا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول، انا انقبلت في وظيفه، طبعا انا كان امنيتي في 2019 هذه الوظيفه. فكذا بيني وبين نفسي كنت اقول ان شاء الله راح اتوظف قبل شهر 6 هجري. اي وفعلا صار قبولي قبل شهر 6 ومقابلتي في شهر 6. ممتاز، بدايه شهر 6. لكن أنا مطبقة كل الشروط، لكن في شرط واحد. شرط هذا أنا مو مطبقته. فشرط هذا أساسي في الوظيفة، فأنا هذا الموضوع جدا موترني. اللي هو اللي هو الطول، طالبين واحدة طويلة وأنا قصيرة. أفا يبين واحدة طويلة، البسي كعب ما يجي. لازم إيه؟ بالميزان لازم مضبوط الطول. أيه طيب، يعني هذه ما هي عنصرية يعني ضد القصار؟ ها يبون عمالقة. اي انت عارفة قبل ما تقدمين على الوظيفة؟ ايوه عارفة. طيب ايش قدمتي؟ امل، في عندي امل شوية ممكن انه تتغير الشروط. اي فحصل يا دكتورة شيء مرة مهم. أيه. في معايا بنات في الجروب ثلاثة حلموا ان واحدة اسمها حنان انقبلت بهذه الوظيفة. اي ثلاث بنات حلموا. طيب السؤال الثاني دكتور ما أطول عليك، شلون أعرف أنا في أي مرحلة بسلمها وكنت؟ لحظة حنان إيش سؤالك حق الوظيفة الحين؟ إيش سؤالك حق الوظيفة؟ إيش الرسالة؟ رسالة. هذه الأشياء حصلت ورا بعض، وكمان موضوع الحلم الثلاث البنات. أوكي. فالسؤال الثاني دكتورة، شلون أعرف أنا في أي مرحلة بسلمها وكنت؟ أنا محتارة ما بين الغضب والشجاعة. أي بس يختلفون عن بعض تماماً. ما ادري انا صايره اعصب كثير واتنرفز. طيب. اي شيء خلاص اقول لك يا حنان، اقول لك شكرا يا دكتوره حبيبتي. الف عافيه حبيبتي، شكرا جزيلا، الله يسعدك، مع السلامه. تحيه لكل القصيرات، انا احتج ليش ما يبغون يوظفونها القصيره. حبيبه قلبي حنان تقول انها قبلت في وظيفه وكانت سوت لها جذب، وبعدين طلعت مشكله الطول، ويعني هي تعرف من قبل انه طالبين طويلات، بس مع ذلك يعني قدمت، عندها امل انهم يتغيرون. وفي مجموعه من البنات حلموا حلم انه في واحده اسمها حنان قبلت في الوظيفه. هي تقول ايش اللي قاعد يصير؟ شوفي يا حنان، اذا حصلتي على هذه الوظيفه فانت يعني طاقتك جباره، لكن الان في شرط يقول لك ناخذ الطويله ما ناخذ القصيره، فكيف انت تعدين هذا الشرط؟ انا استغرب ليش انت قدمتي مدام انت عارفة، مدام انت عارفة انه هم طالبين طويلات، ليش دخلتي نفسك في هالمشاعر؟ بعدين لو قالوا لك ايه انت جيدة بس مشكلتك القصر، يعني بتتلخبط مشاعرك وبتتأثرين، بتحسين انه يا الله كنت قريبة، كنت قاب قوسين يا وأدى من الوظيفة، وتلخبط الموضوع. انا اقول دائما ركزي على الشيء اللي انت تعرفينه
مضمون أكثر، أكثر قرب لك. خلينا ما نروح الأشياء فيها أصلا عقبات، خلينا ما نفكر بالأشياء اللي فيها عقبات، دائما روحي للباب المتوقع أنه ينفتح، لا تروحين تحاولين في باب أصلا في عقبة. هذه رسالة مهمة لابد أنك تفهمينها. كيف أعرف نفسي على سلم هاوكنز؟ أول شيء اسمعي كل تفاصيل سلم هاوكنز، واللي ما سمع التفاصيل يقدر يسمع على اليوتيوب، بس اكتب على اليوتيوب سمية الناصر سلم هاوكنز واسمع كل المراحل. لما تقولين لي أحس أنه أنا فيني غضب وفيني شجاعة، أقدر أقول أنه أنت على الشجاعة أكثر، برضو بناء على سؤالك أنه أنت على مرحلة الشجاعة أكثر، لكن لأن الغضب كانت مرحلة سابقة فأنت ترجعين لها أحياناً، تأخذين نسختك القديمة وبعدين تكملين في الشجاعة. وأحياناً الشجعان يحتاجون مشاعر، يحتاجون محرك بالنسبة لهم، فالمحرك للشجعان هو القاع اللي كان فيه سابقاً. يعني مثلاً أنا لما كنت في مرحلة الشجاعة كان القاع عندي الخوف، ففي مرحلة من مراحل الشجاعة أحتاج كذا دفع للأمام، أحتاج قوة إضافية، أروح أخاف بعدين أتحرك أكثر، فبالتالي أنت القاع عندك الغضب فتروحين تغضبين عشان تتحركين أكثر، لكنك في الغالب أنت في الشجاعة. وخلونا ناخذ اتصال. ألو. مرحبا. وأخيرا رديت علي حبيبتي. مين معاي؟ معك سارة من السعودية. أهلا وسهلا يا سارة حبيبة قلبي، سمي. أهلا فيك وأشكرك جدا الصراحة، ما تتخيلين قديش غيرتي في حياتي يا دكتورة. يا حبيبة قلبي كنتي مستعدة، سمي. أنا حابة أقول لك يعني عندي كم سؤال. أنا مريت بمراهقة فيها عنف جسدي كثير. مراهقة فيها عنف؟ أي. وما كنت أقدر يعني أقول للكل بالأشياء اللي أنا أتعرض فيها، كانت يعني على قولتهم تحدث خلف الكواليس. خبيتيها. أيوة. فجاء يوم من الأيام درست جلسة فيها، جلسة مصارحة مع نفسي، وقلت أنا خلاص بإذن الله راح أتغير، وكل الأشخاص اللي ضايقوني راح أسوي فيهم كذا كذا كذا. المهم سبحان الله مع الأيام اضطريت إني أسوي الأشياء اللي أنا قلت عليها، هم تغيروا لوحدهم. إيه الدنيا تغيرت يعني. أيوة. بعد كذا مرت علي سنة الحمد لله في سلام. بعدها أنا قلت مع أهلي المنطقة ثانية. المنطقة هذه حسيت إني رجعت 10 سنين ورا، مرة مختلفة عن المنطقة اللي أنا كنت عايشة فيها. عشت في هذه المنطقة تقريبا 9 سنين، وأنا كنت دائما أردد جملة للجميع، كنت أقول لهم أنا أحس إني عايشة في حلم، ما أحس إنه هذه حياتي ولا هذه أنا. ما قدرت مع نفسي وقررت إنه أصارح نفسي بهذا الشعور، إلين يوم من الأيام قدر ربي وتزوجت وحملت وجبت طفل. أصبت باكتئاب ما بعد الولادة. ما أعطيت نفسي فرصة إني أتعافى وأتشافى، لا رحت على طول، كنت موظفة رحت على طول داومت وزدت الضغط كثير على نفسي. إيش اللي صار بعدها؟ يوم من الأيام كان زي الصدمة، أنا ما أعرف أنا مين، ما أعرف إيش ألبس، ما أعرف إيش آكل، ما أعرف إيش أسوي، ما أعرف كل حاجة. وكنتي مكتئبة وقتها؟ أيوة. كنت أمر باكتئاب شديد. بعدها يعني الحمد لله ربي دلني عليك وأخذت معك عدة دورات، أخذت السول ديتوكس، أخذت الوعي الطفولي، الفرح، الدماغ الرئيسي، برضو أخذت شيء أخذت قبل 2017. بديت الحين حاليا أنا قاعدة أطبق في الوعي الطفولي، وتغيرت كثير الحمد لله لسه ما أنهيت الدورة الحمد لله. لكن عندي حاليا سؤالين. السؤال الأول، أنا أعرف إنه مرات روحي ممكن تحن لنسختها القديمة. صحيح. فمرات يعني أحس إني أقوم من النوم أحس فيني كآبة، فيني حزن، نفس نسختي القديمة. فحابة أعرف كيف ممكن أزيل هذا الشعور، يعني مرات أحاول أسوي الأشياء اللي تسعدني ما أحس إنه مفعولها هذا في الزوج يعني. أوكي. ثاني سؤال، زوجي أنا قبل ما أخذ هذه الدورة فرحت بالموضوع. فقال لي ما عندي مشكلة، أنا أتقبلك بكل التغيير اللي يحصل لك، وأنا أعرف إنك تعرفين الأفضل. لكن في الفترة الأخيرة لما صرت أنا أعبر عن حقيقتي، أعبر عن آرائي بكل صراحة، صار يقول لي والله صرتي تخوفين. إيه. إي صرتي تخوفين. إيه. أسمع هالجملة منك كثير، يقول والله صرتي تخوفين، أحس آرائك لا من صار اللي أعرفها. فما عندي إلا هذا. أوكي خليني أقول لك يا سارة حبيبتي شرفتيني. فاصل. ناخذ فاصل مخرجنا ولا لسه؟
ومعنا مداخلة من سعادة الشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. دكتورة شو أخبارك؟ خير وعافية الله يسلمك. ما يطول عمرك يا رب. ويطول بعمرك. تابعنكم على اللايف. لقيتكم وايد منحازين للمرأة أكثر من الرجل، ليش؟ أنا اللي أسألكم. أي صحيح. والله يعني تصدق مو أول مرة تجينا هذه الملاحظة، كثير يقولون أنت مو مع الرجل وما تدعمون الرجل. دكتورة بقول لك شيء. سام. نحن كرجال كحريم في هذا المجتمع الكل يغلط والكل له مصالح شخصية إذا كانت من الرجل أو من المرأة. صح. يعني في مداخلة من المداخلات ما عجبتني، يعني واحدة اتصلت قالت والله الرجل يريد شيء جنسي ما يريد زواج. أنا بسأل سؤال واحد. نحن نقدر نقول في بعض النساء يجون عشان الأموال وعشان الاسم وعشان مركز الشخص يجون عشان الحب ولا عشان هذا. صح يجون يسوونها. يكون الغلط، يكون الغلط دكتورة من الطرفين. صحيح. لكن نحن عندنا عقل نفكر فيه. الإنسان في هذه الدنيا ما في بني آدم مش طماع. إذا كان الإنسان عنده مال يطمع بالزيادة. صح. إذا كان له مركز أو منصب يطمع بالمنصب الأعلى. في غريزة حتى ممكن عند المرأة وعند الرجل إذا شاف واحد جالس مع صديقة أو جالس مع صديقته يطالع حيكون عينه عليه مع أنه هي صديق الصديقة. والمرأة كذلك إذا واحدة جالسة مع صديقتها وصديقها يكون عينها على صديقها صديق صديقتها. فنحن دائما أنا أرجع وأقول لا تنحازوا للمرأة أكثر. طيب يا شيخ خليني أقول لك شيء. الرجال ما يكلمون، ما يكلمون عن مشاعرهم، ما يقولون لنا شيء، ما ندري وش اللي جواتهم، ما يشاركوننا، ما يشاركوننا أفكارهم مشاعرهم، ما يعطونا عشان إحنا نهتم. أنا بعطيك نبذة بسيطة دكتور. أي سم. أي رجل إذا شاف المرأة طماعة يطمع هو بعد. كيف؟ مثل ما هي بتطمع أنا بطمع. هي طمعت في مال وفي في 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 ان انا عارف فلان وعارف فلان يدام في المكان الفلاني ربيعي هذا، فهو يقول لا انا بعد بطمع فيها وفي جسمها وفي غيرها من الامور هذه. ايه انعكاسها احنا تقريبا. ايه فنحن شو نقول؟ فانتم دائما يوم تعطون مجال او انتون يعني لا تقولين رجل ما يطلع مشاعره، ما في رجل ما يطلع، يا اخي الرجل ترى بني ادم في الاخر. ايه في احساس وفي قلب يطلع مشاعره، لكن في نفس الوقت يوم يشوفكم انتم منحازين اكثر للمراه ما راح ينسحب شعره. ينسحب جد. فدائما انا اتمنى منكم ان انتم تكونون في الوسط، لا مع هذا ولا مع هذا، تكونون في الوسط. انا حبيت تكون هالمداخله بسيطه بس. شكرا جزيلا لوقتكم ومشاركتكم. شكرا جزيلا شرفتنا. وشكرا تقولون الرجال ما يتصلون ولا يشاركون لا لا خلاص. نحب المراه ونعشق المراه ونعشق هذا الجنس اللطيف. شكرا جزيلا. في الوقت نقول في الآخر لا تطمعين فينا عشان احنا ما نطمع فيك. صحيح. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. والله يعطيك العافية. شكرا جزيلا. ما قصرت. شكرا. ومعانا اتصال. مرحبا. ألو. أهلا وسهلا. أهلا دكتورة سمية. حبيبتي مين معاي؟ معك أريد. شكرا لك على فرصتك. يا حبيبتي أريد شرفتيني. سمي. دكتورة أنا حضرت لك دورات وداخل في عالم الوعي لفترة يعني يمكن سنتين حسب تحسن حالتي النفسية وهدوء وسلام، لكن ما في شيء تغير في الخارج يعني على مستوى التغيرات المادية والاجتماعية. يعني حياتي راكدة، ما في عندي علاقات، ما عندي مصدر دخل. يعني أشوف تطور في نفسيتي وكذا بس ما في تطور في الخارج، بطيء جدا. ايه أقول لك يا أريج، على مستوى هاوكنز على الحياد، فكيف أطلع للاستعداد والقبول؟ أنت على الحياد. أيوه. أقول لك يا أريج حبيبتي. شكرا. شرفتيني. طيب خلوني أرجع لصديقتنا سارة. سارة كانت تعرضت لعنف جسدي أيام مراهقتها وخبت هذا العنف، وبعدين تقول لحظة وقفت وكنت صريحة مع نفسي وقلت أنه أبغى أتغير واللي يضايقني بسوي فيه كذا. وبعدين تقول مرت الدنيا وتغيروا الأشخاص اللي حولها ومرت سنة سلام، وبعدين نقلت لمنطقة أخرى، وكأنها شعرت لما نقلت لمنطقة أخرى شعرت أنه هي رجعت 10 سنوات على وراء. فتقول أنا 9 سنوات كنت أحس أني عايشة في حلم كذا، قالت أحس أني
عايشة في حلم. يا جماعة في أحد يحس هذا الإحساس؟ تقولك أحس إني عايشة في حلم. زوجت وجابت طفل وصار عندها اكتئاب بعد الولادة وراح داومت على طول. طبعا كعادة كل الناس ما يعترفون عندهم مشكلة، ما يوقفون، ما يحلون المشكلة، كملت. فراحت داومت، صار عندها ضغط. تقول يعني وصلت المرحلة يوم من الأيام قمت ما عرفت نفسي، ما أعرف أتخذ قرارات، ما أعرف أسوي شيء. فلحظتها قررت أن هي تتغير. فهي تسأل أنه مرات هي تقوم من النوم وتحس أنه هي تبغى حزن، تبغى شوية اكتئاب يعني. فتقول أنه كأنه الروح تحن لنسختها القديمة، كيف نتغلب على هذا الشيء؟ خليني أقول لك يا سارة، أولا على موضوع شعورك بأنك تعيشين في حلم، هذا يصير الكثير من الناس لما يفقدون، لما الروح تفقد معنى وعمق التجربة. لما الروح تفقد معنى وعمق التجربة راح تحس أنها كأنها في حلم. بالتالي عندك مهمة الآن، لأن الروح كأنها قاعد تبعد عن الحياة، كأنها تحس أنه هذه الحياة مش تبعي، هذه الحياة مش مفيدة بالنسبة لي، هذه الحياة مو قاعدة ترتد على روحي، هذه الحياة ما لها أي نكهة. فبالتالي أنا خليها مثل الحلم، كأني يعني خليها في لحظة انتظار. متى ما حست روحي أنه التجربة تستحق دخلت في الموضوع وأعطت حجم ومشاعر وأفكار وطاقة لهذه الحياة. فلا بد أن إحنا لما نمر بهذا الشعور ونمر بهذه التجربة نحس أنه الحياة حلم. أقول لك اضغط أكثر، حط مشاعر، حط أفكار، حط طاقة، أوجد أشياء تحبها، جر روحك لهذه الحياة، جر روحك لهذه الحياة، لأنه أنت قاعد تبتعد، قاعد تنفصل عن هذه الحياة. اللي صار بعد ما دخلت حالة الاكتئاب بعد الولادة، تقول ما عرفت نفسي. والحقيقة أنه التجربة اللي مريتي فيها تقولين ما عرفت نفسي، في أشخاص كثير يقوموا من النوم في يوم وليلة يقولك ما أعرف كيف أقرر، أروح يمين ولا يسار، وهذه أحد مظاهر التغيير، ما عرفت نفسي، وهي تعتبر حالة خطرة، ما عرفت نفسي. فمثل هذه الحالات هي حالات انحناء حادة في طريق الحياة، لابد أن ناخذها بجد ونهتم فيها بجد. وجيد أنه أنت انخرطتي في موضوع الوعي وبدأتي في مرحلة التغيير، هذا نداء عميق جدا ورسالة عميقة جدا من روحك تقولك ستوب، لحظة التغيير الآن ولا أنت بتروح، ستوب، خلاص الروح ما عاد تستطيع أنها تواصل، الآن لابد تتغير، لأنه أنت خلاص نسخة غير مقبولة بالنسبة للروح. ضربت القاع سارة، أنت ضربت القاع وقتها، ولما ضربت القاع روحك وصلت إلى حالة تبغى هي تطلعك من الموضوع، فأرسلت لك رسالة التغيير، رسالة أنه أنا لازم أتغير الآن، لأنه أنت ما راح تعرفين نفسك أكثر من كذا، أنت رايحة داون داون داون، رايحة في الهاوية. فتغيرتي، وعشان كذا أنت تغيرتي، عشان كذا، عشان هذا النداء، عشان هذا القاع يا سارة أنت تغيرتي. لما روحك تحن لنسختك القديمة وتجيك حالة الحزن، اعملي الأشياء اللي أنت المفروض تعملينها، لكن تقبلي المرحلة اللي أنت تمرين فيها. زوجك يخاف من تغيرك، لما شافك تاخذين كورسات يقول لك صرتي تخوفين. إحنا قلنا أنه كثير من الأشخاص يخافون من التغيير، يخافون أنه تغير، يقولك تتغير، لا ليش تتغير، لا ما أسمح لك تتغير، لا أنت تخوف، صرت تخوف، ليش تغيرت. سؤال يجي كثير، ليش تغيرتوا. فبالتالي ردة فعل زوجك طبيعية، لكن على فكرة زوجك متقبل جدا للتغيير، مدام هو بس يقول لك والله صرت تخوفين تغيرتي، يعني هذا تعليق جدا لطيف، فبالتالي هو متقبل بشكل عام. أريج تقول إنها بدأت في التغيير وتحس إنه هي تغيرت من الداخل، لكن تشعر أنه في الخارج في ركود، في الخارج يعني ما في شيء تغير حقيقي. خليني أقول لك يا أريج، أول شيء إحنا نتغير من الداخل ثم نتغير من الخارج، فبالتالي البداية من جوا بعدين الخارج يأتي تاليا. وين أحد الأخطاء اللي إحنا نمارسها؟ أنه أحيانا نستعجل النتيجة الخارجية، مثلا شخص يسوي جذب اليوم يقول لك بكرة ما جت الفرار الحمراء، خلاص قانون الجذب ما يشتغل، وهو أصلا طوال الوقت عايش في الجذب، طوال الوقت حياته هي فيها جذب. فبالتالي لازم ننتبه أنه يحتاج وقت ما بين الداخل والخارج، لكن سنتين كثير يا أريج، معناها فعلا في مشكلة. تكلمتي أنه إلى الآن ما عندي مصدر دخل. أريج في كثير من الأحيان إحنا عندنا مشاكل مرتبطة بمش بس أنه إحنا تحسن شعورنا، إحنا مو بس نشتغل على مستوى المشاعر، لازم تشتغلين على مستوى المعتقدات، على مستوى الأفكار. أريج ما عندك مصدر دخل إلى الآن، إذا كنت من سنتين تحاولين في مشكلة، في معتقد جواتك يقولك أنه أنت ما تقدرين، أنه الحياة معقدة، أنه ما في وظائف، أو في فكرة عندك عميقة أو معتقد يقولك لا هذه الوظيفة ما تصلح، هذه ما تناسب،
هذه راتبها قليل، هذه طويلة، هذه قصيرة، يعني قصص كثيرة كلها عبارة عن معتقدات تمنعك من أنك أنت تخوضين وتروحين الوظيفة. أنا بالنسبة لي دائما أقول شخص جاد يبحث عن وظيفة في كل مكان، ما يرفض أي وظيفة تجيه، مستحيل إلا ما تجيه الوظيفة، مستحيل إلا ما يحصل رزق، مستحيل إلا ما تفتح له أبواب الرزق. لكن إحنا نعقد الموضوع، إحنا عندنا شروط، لا ما أبغى الوظيفة بهالشكل، الوظيفة بالمدينة الفلانية، الوظيفة بالقرية الفلانية، الوظيفة راتبها مو زين، الوظيفة مش مكتبية، الوظيفة لازم أسوي كذا. فتعقيداتنا وأفكارنا هي اللي تمنعنا أن نحصل على هذا الشيء. أريج زي ما ركزتي على المشاعر، فككي معتقداتك ومفاهيمك. وخلونا ناخذ اتصال. مرحبا. مرحبا. مرحبا، مين معاي؟ أهلين أهلين دكتورة، معك ملاك. ملاك أهلا وسهلا يا ملاك حبيبتي. هلا فيك سمي. دكتورة هلا فيك. دكتورة أنا عندي سؤال بالنسبة للتغيير. ليش ما يكون مثلا أنا عندي أهلي رافضين التغيير؟ يعني على مستوى مثلا المنزل، السفر، يعني حتى أثاث المنزل القديم، مع أنه عندهم قدرة مالية يعني الحمد لله كبيرة. لكن يحبون القديم. كل شيء يعني كل شيء قديم، يعني لدرجة يعني أقدم من القديم. وش المانع؟ ما أعرف، يعني صايرة أنا يعني أصارع كذا، وحسيت أني يعني أحبطوني حتى عن التغيير. طيب يا ملاك أنت غيري غرفتك، هم خليهم عادي، يبغون أثاثهم القديم، يبغون ستايلهم القديم. لا يعني مو بس الغرفة، يعني كل شيء في الطريقة، لأنه إحنا في عصر حديث الناس حتى ما تتقبل الشيء هذا. يعني علشان ننفتح حتى على الآخرين، يعني مثلا حتى طريقة الجيران ما راح يغيرونها، الحي ما يغيرونه، أسلوب الحياة عندهم مرة محافظين عليه، فحسيت أنه أثر على حياتي، يعني أثر على حياتي أنا. فصرت أنا حتى أنا أحس أني قديمة. أفا تحسي أنك قديمة؟ لأنه ما حسيت، ما وصلني هذا الإحساس يا ملاك. ليه؟ يعني أحس أنك عايشة معانا وما أخذ خط معانا. ممكن لأنه ممكن أنا أشوف الحياة اللي حولي، أحس أنه برضو يعني أحس أنه مفروض أني أكون أطور من كذا. يعني حتى مثلا أنا كنت طامحة مثلا يكون عندي ابتعاث، يكون عندي دراسة خارجية، لكن هم ما رفضوا، بس حسيت أنه نفس صعب عليهم، صعب عليهم الشيء هذا. طيب. وما يبادرون، ما يبادرون مثلا لا في تغيير لا في طموح، حتى دعم كطموح لا. يعني هذه النقطة اللي متعبتني. طيب خليني أقول لك يا ملاك حبيبتي، شرفتيني. هلا فيك. شكرا جزيلا. ملاك تقول أهلها ما يحبون يغيرون، يحبون يعني يظلون على ستايلهم القديم في الحارة القديمة مع جيرانهم بأثاثهم القديم، يعني ما يحبونهم يتطورون يغيرون من أنفسهم. فهي تقول أنا كثير ضايقت وحاسة أني قاعدة أتأثر من هذه الطاقة. ملاك أعتقد أنه أنت تحتاجين أنك تتقبلينهم. ما أعتقد أنه صحيح أنه إحنا نبغى نتغير، نبغى اللي حولنا يتغيرون، لكن عندنا مسؤولية أنه إحنا نحترم رغبة الآخر في أنه ما يبغى يتغير. خلاص بكل بساطة ما يبغى يتغير، احترم رغبته. يبغى يشيل جوال أبو كشاف عليه بالعافية، أنا أقدر أتغير. لازم نتذكر أنه جزء من التغيير هو تغيير أفكارنا ومعتقداتنا. تغيير أفكارنا ومعتقداتنا يعني نتغير أنه إحنا ما نفرض على كل شخص طريقتنا في الحياة، ما نفرض على كل شخص طريقة التغيير اللي إحنا نبغاها. خليهم يا ملاك، تقبليهم زي ما هم، وحلقي أنت تغيري زي ما أنت تبغين، عادي تقبليهم. أيضا ملاك تقول أنه حتى يعني تقول طلعت لي بعثة وهم يعني ما قالوا لا ولا قالوا إيه، بس يعني يحسون أنها طبعا أكيد بالنسبة لهم يعني أشخاص تقليديين، يمكن البعثة بالنسبة لهم يعني صعب يتقبلونها، يعني تحتاجها تغيير فكرة، تغيير مشاعر كثير، تغيير في الحياة. فبالتالي هي تقول أنه ما يجيني دعم منهم. أحب أقول لك يا ملاك، يعني بتتعبين إذا تنتظرين من كل شخص أنه لازم يصفق لك، لازم يدعمك، لازم يعني يقول لك كلام جيد. ادعمي نفسك يا ملاك، صفقي لنفسك يا ملاك، أنت كافية وكاملة أنك أنت تدعمين نفسك. إذا كنت في القاع ابحثي عن مجموعة يدعمونك. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهذا اللقاء، وتذكروا الدنيا خضرة حلوة. إلى اللقاء.